بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر، صاحب الفخامة السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين، فقد قرر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني منح نظيره وشقيقه وسام أصدقاء الثورة الجزائرية. Would like to present His Excellency President Mahmoud Abbas the Medal of Algerian Revolution, France.